لم يرفض اي جوله مشاورات ولو يعني لاي سبب إن كان، نظرا للاهميه الكبيره لهذا الملف الانساني وتغليبا لمصلحه المعتقلين والمختطفين. دائما نلبي دعوات الامم المتحده للذهاب الى جوله المفاوضات ونضع على طاوله المفاوضات ما نريد. تمام، نضع ما نريد يعني لا نتجاوز اي احد كان، وكان على راس الاولويات التي وضعناها في الجولات الاخيره هي موضوع مع الاستاذ محمد قحطان بشكل اساسي، وضع على طاوله المفاوضات واتفقنا على بعض الامور في هذه في بهذا الخصوص بالذات، وهو كالتالي: انه لا يتم اجراء اي عمليه تبادل الا على راس محمد قحطان. كان هناك سقف مرتفع من قبل هذه الميليشيا، طلبت بالبداية أولا 500 مقابل محمد قحطان، ثم بعد ذلك طلبت مساواته بالذين خرجوا من السابق اللي هم المشغولين بكرامة مجلس الأمن الفيصل رجب، اللواء محمود الصبيحي، وطبعا اللواء ناصر منصور، وطبعا طلبوا مقابله 100 بدل كل يعني طلبوا بدل كل منهما 100. نحن رفضنا ذلك واتفقنا على أنه يكون هنالك عملية التبادل تتم بمقابل 50 للأستاذ محمد قحطان. الـ50 هذه لابد أن يكونوا موجودين. اتفقنا على هذه الأساس والمبدأ، وطلبنا منهم قائمة يعني الـ50. فللأسف الشديد ظهر هنا تعنت هذه الميليشيا ووضعها العراقي الحقيقية وإصرارها على عدم الإخراج الأستاذ محمد قحطان في المطالبة بأسماء لا وجود لها أو أنها وهمية أو أنه مفقودين لا نعلم عنهم شيئا. وكان هذا يعني الأسماء ردينا عليها بالسابق، ردينا عليها من الاتفاق ستوكهولم، ردينا عليها مشاورات الكويت أنه هؤلاء الأسماء الذين تصل إصرار عجيب وغريب هذه الميليشيا على وجودهم في مأرب أنهم غير موجودين، ووضعهم مرة أخرى مقابل الأستاذ محمد قحطان هو من باب التعجيز وأركلت هذا الملف.